الله يرحم الجمري، يحكي عن المخذول، يقول ما تغمض عيونه ولا ياخذ قراره. ليش؟ يقول من مدرسة جعفر وعلمه واعتباره. وشبت من الأضغان وسط القلب ناره، وبشتله والتنكيل بس يدير الأفكار. أريد نقرأ تعزية لإمامنا ممدود على فراش المرض، مسموم روحي له الفداء، ويجمع أصحابه ويقولهم لا تنالوا شفاعتنا مستخف بصلاته، لا تنالوا شفاعتنا مستخفا بصلاته. يوصل الإمام سلام الله عليه، موسى بن جعفر كان موجود، أم الإمام موسى بن جعفر، عزاء العلويات، بنات الإمام الصادق. الله، الليل أبوهم راح يرتحل، مسموم، غريب، شهيد، شيخ آل محمد، فقيه أهل البيت، عالم آل محمد. والله يرحم الجمر، نرجع مرة ثانية، يقول تالي على الصادق، تالي على الصادق نفث ناقع سمومة، ذب على فراش المنية وقرب يومه، من عقب ما شاعت على العالم علومه، يا بمنهج أبوه المرتضى وملة المختار. يقول غمض عيونه ومدد يده وفاضت الروح، وسيداه وجعفر فاضت الروح، الروح يا اي والله، وارتفع من بيته ضجيج الحرم بالنوح. يا ويل يا ويل يا ويل، نحيت سماوات العلا وكل قلب مجروح، مجروح مجروح، وسط القبر هنا المؤلم، وسط القبر نصبت له الزهرة عزيز. يقول قالت فاطمة شلهم بنو العباس لولادي من ديون، حتى اتركوهم بين مسموم ومسجون، والله حتى اتركوهم بمذبوح ومسجون. اي والله يا وما بين مسموم بحقدهم غاير اللون. يا ويلي ما قنعوا بسم الحسن والغاضري، سيدة الغاضرية، الله اكبر، مصيبة زينب، مصيبة زينب، ام المصائب، حائرة، حائرة في ليل 11. يا زهرة اسمعي سيدتي، لأن أكو موقف ترى أذكركم به، هي دمعتك بعدين نجي على زينب، نقرأ على زينب. الزهراء عليه السلام لما دفنها أمير المؤمنين، وقعد خلى إيده على القبر يبكي ويقول نفسي على زفراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الزفرات. فاطمة لا خير بعدك في الحياة، وإنما أبكي مخافة تطول حياتي. يتلو القرآن يبكي على قبر فاطمة، هومه بالنوم لحظات، شاف الزهراء اجت، سامعين القصة؟ يقول دفنها المرتضى تالي ورد يرتل بعبره، يا بظل يرتل بعبره، ومن كثر التعب نامت، من كثر التعب غمضت عينه ونام بالعتره. صار اجت فاطمه تنادي يا كرارنا الزهره، فاطمه ايش تردين؟ يا كرارنا الزهره زينب فزت من النوم وخافوا عليها يا ابو حسين. يكمل الشاعر، هذا اللي أرد أقوله، هذا اللي هيئ دمعتك، يقول ما ترضى الزكية تشوف زينب تقعد من النوم، ما ترضى الزكية تشوف زينب تقعد من النوم،
يم الحسن يم حسين يم الطاهر ام كلثوم. اقول اقول شاش يصير بالزهره لو شافت هذاك اليوم. يا يوم هذاك اليوم زينب واقفه بالطاف ولها حرقه وصواوي حرقه والخيام. كل النساء فرت على وجوهها بالبيداء الا زينب واقفه على باب الخيمه. النار تواجهها ممكن تلهب وجه زينب. يقول حميد بن مسلم جيت ناديت عليها امت الله النار. يقول ما تتحرك زينب. يقول بعدين اجى بعض الظلمة ارادوا ان يضربوا زينب حتى تتنحى عن الخيمة. يقول نظرت بانكسار قالت يا ظالم اما تعلم ان لنا عليل بهذه الخيمة. اولين انشب والنيران فرت كل العيال بس العقيلة تحيرت والدمع حمال. نادى عدوها شحيرت شربات الدلال. نادت نادت ومثل المطر يهمل مدمع العين. ايش قالت لزينب؟ قالت ان عليل من المرض ما يقدر يقوم. يا بنايم نايم طريح وسادته بالخيم يا قوم يا قوم يا قوم خلصان جسمه من المرض والقلب ماله. والله والنار من حوله تشيب واحنا نساوي. عاد هنا زينب بيت الدعاء مهضومه مهضومه راحت لاخوها الحسين. من هالوضعية هاي الخيام محترقين وليل ظلمة أجساد بلا رؤوس. الدنيا قبت هوا عالي عجة ظلمة ظلمة سودة عاصفة سماء تمطر دم. تقول لأخويا جيت يا خويا خويا الشمس غابت يا خويا وجل الغروب. الشمس غابت غابت يا خويا وجل الغروب. اجيتك والهوى يعثرني بالثوب. اللي قضيت نوبك صار للنوب يا خوي. خوي انا ما ماشي وديان ودروب. وين ماشي احنا ولنا بعد يا الله. ايه والله ما ماشي وديان.